نبدأ أخبارنا في فقرتنا الإخبارية بتكليف من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن يتم وضع خطة وإعداد خطة علشان يتم طرح وحدات سكنية متنوعة ولكن للمصريين في الخارج. وأكد رئيس الوزراء أن ده تلبية لرغبات كل المصريين في الخارج أن هم عايزين يستثمروا في مصر ويشتروا وحدات داخل مصر، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو كمان في العالمين الجديدة، هو تحديدا في الأبراج الشاطئية والحي اللاتيني، وكمان مشروع صواري محافظة إسكندرية. وكلف كمان رئيس الوزراء بأن يتم طرح وحدات مش بس للمصريين في الخارج، ولكن زيادة الوحدات اللي بيتم طرحها للمصريين في الداخل، وخاصة مع الإقبال الكبير جدا على الوحدات اللي بيتم طرحها لمتوسطي الدخل. زي ما احنا تابعنا طول الفترة اللي فاتت، يعني تم طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية وإقبال كبير جدا على كراسات الشروط وعلى التسجيل علشان يقدروا يتحصلوا على الوحدات اللي بتتاحها الدولة. رئيس الوزراء كمان أكد أن الرئيس السيسي بنفسه والقيادة السياسية بتولي أهمية كبيرة جدا لموضوع توفير الوحدات السكنية للمواطنين. وكنا شفنا مؤخرا تصريحات للرئيس قال أنا لو طلب مني أعمل 1,000,000 وحدة سكنية أنا هعمل 1,000,000 وحدة سكنية وهوفر الوحدات في مختلف محافظات مصر. فده الحقيقة توجه من الدولة من القيادة السياسية بأن هي تنفذ الوحدات دي. كمان وزير الإسكان خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أشار أن بيتم حصر الوحدات اللي بيتم تجهيزها، ولكن في وحدات مثلث ماسبيرو وتحديدا الوحدات التجارية والإدارية، وكمان وحدات منطقة سور مجرى العيون اللي بيتم الانتهاء من تنفيذها حاليا ضمن مخطط التطوير اللي بيشمل المناطق دي، بالإضافة كمان لتجهيز وطرح وحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين العاملين في الخارج. تفاصيل كتير الحقيقة مشاهدينا في ملف الإسكان بيتم العمل عليها وتوفير الوحدات السكنية، لأن ده من ضمن يعني المواضيع اللي بيقبل عليها المواطن المصري سواء في الداخل أو حتى خارج مصر.